إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، هذا الدرس الثالث من سلسلة دروس سيرة في السلف الصالح، أو هو الرابع على التحديد، وكفي عندنا درس مقدمي عن فضل اتباع الصحابة والتابعين، وكان عندنا درس عن عمر بن الخطاب وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهم أجمعين، واليوم إن شاء الله معنا درس عن عن أبو بكر الصديق ثم خديجة رضي الله عنها، واليوم إن شاء الله معنا درس عن عمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. ونعيد ونكرر، لن نوفي الصحابة حقهم، يعني هذه الدروس سبحان الله هي مجرد تعريفات خفيفة. وعمر بن الخطاب زي ما تقولوا نار على علم، يعني ما شاء الله، يعني لا يوجد أحد من المسلمين في شتى بقاع الأرض لا يعرف عمر بن الخطاب، ولعله أخذ شهرة أكثر من أبو بكر الصديق نفسه، وإن كان أبو بكر الصديق أعلى منه في المنزل عند الله عز وجل، وكلهم خير كما سيأتي. عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي أمير المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي الفاروق رضي الله عنه، وسمي الفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل، يفرق به بين الحق والباطل، فهو عمر بن الخطاب الفاروق، كانت تفر منه الشياطين وكانوا يهابونه المنافقون، يهابه المنافقون. سبحان الله، هذا الرجل له مكان عظيم في الإسلام، رغم أنه عمليا لم يسلم في بداية الإسلام، لكن سبحان الله زي ما يقول أجد يطل سبك الكل، فهو أجا قيل بعد 6 سنوات من البعثة، أسلم بعد 6 سنوات من البعثة، وقيل أسلم بعد 9 سنوات من البعثة، وقصة إسلامه تقريبا معروفة. استشهد في أواخر ذي الحجة سنة 23 للهجرة، وأمه حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي جهل، أمه أخت أبي جهل، يعني أبو جهل شماله خاله، يعني هو من هذيك العائلة، من أكثر عائلة كانت قبل الإسلام كانت في سباق ومنافسة شديدة جدا مع بني هاشم، اللي هي عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي عائلة عبد المطلب على وجه الخصوص، في سقاية الحجيج وإطعامهم ورفادتهم إلى آخره، فكانت دائما بينهم مسابقات أنو اللي يأخذ الزعامة. طبعا الزعيم مين؟ اللي بتبقى سمعته طيبة، واللي بيكرم الحجيج، واللي يعني كل ما زادوا في العطاء وفي إكرام الحجيج كل ما السلطة بإيديهم، كل ما السمعة يعني إلهم بالتحديد، فكانوا دائما في منافسة، وهذا من الأسباب التي جعلت أبو جهل يكره أن يسلم ولا يؤمن بالنبي محمد، رغم أنه عليه الصلاة والسلام يعني ولا رغم أنه كان يعلم أنه عليه الصلاة والسلام صادق، أنه محمد عليه الصلاة والسلام صادق، ولكن حبه للرئاسة أعمى بصره، ولهذا هناك أمراض في القلوب، مرض حب الرئاسة، مرض الشهوي يعني للنساء، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. بعض الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعض الناس حبه للمال يدفعه إلى أن لا يسلم، بعض الناس جبنه وخوفه وضعف شخصيته تمنعه من أن يسلم ويستعلي بإسلامه. سبحان الله، الناس في أمراض القلوب كما هي أمراض الأجساد كثيرة جدا، نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويرزقنا القلب السليم وأن يعافينا في الدنيا والآخرة. عمر بن الخطاب إذن من عائلة بني مخزوم، روى عنه جمع من الصحابة، يعني كان يروي عنه بعض الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وعدة من الصحابة، طبعا من التابعين علقمة بن وقاص وقيس بن أبي حازم وطارق بن شهاب ومولاه أسلم وزر بن حبيش وخلق سواهم، يعني كان من الرواة. فعمر الخطاب غير رئاسته خلافته، خلينا نقول غير أسبقيته في الإسلام وتحمل المشاق، هو أيضا كان من العلماء، علماء في السنة،
علماء في الدين، علماء في الإسلام، فكان يؤخذ برأيه وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم. شو صفته؟ كان أبي كما يقول عبد الله ابن عمر، كان أبي أبيض تعلوه حمرة، يعني من شدة بياضه فيه حمرة خفيفة، يعني بشرته بيضة طوالا طويل جدا. ليش قلنا طويل جدا؟ لأنه عند ركوبه للفرس له قصة. طويل طوالا، أصلع أشيب، أصلع وأشيب، يعني أصلع زي أبو الصالحة، وأشيب يعني لحيته فيها شيب، فهو أصلع أشيب. وقال غيره كان أمهق، والأمهق خالص البياض، يعني بياض واضح في وجهه، رغم أنه أهل قريش كانوا أهل الصحراء، وأهل يعني المفروض الغالب عليهم أنهم مالوا سود الوجوه يعني بسبب الشمس، ولكن هو كان أبيض. فكان أمهق طوالا أصلع آدم، أعسر وأيسر، أو أعسر يسر زي ما بيقولوا، بيشتغل بالإيدتين، وهذا أيضا من المهارات، يعني أنه بيقدر يدبر حاله في الحياة في اليمين ولا في الشمال. وسبحان الله حتى على حاله يعني في الجاهلية كان جبارا، وفي الإسلام كان جبارا، يعني شلون جبار؟ يعني قصة قوي، فهو على الحالتين كان قوي، وأيضا على مستوى إيديه برضو كان يشتغل بيديه بكلتا يديه. عمر بن الخطاب سبحان الله، واحد يعني مش عارف منين بده يبدأ ولا منين بده يشرح. عمر بن الخطاب أسلم وهو شاب، أظن أسلم وهو عمره 27 سنة، وهذه رسالة لكل شاب، يعني رغم أنه كان يعد بين الرجال من الرجال لما أسلم، إلا أنه كان بالنسبة لنا عمره كثير صغير نسبة إلنا، يعني 27، أنا بادي بال 27، يعني أنا 26 و4 أشهر لما أسلم، يعني كان في مثل جيلي تقريبا. خلينا نقول أنه 27 بالنسبة للعدد الهجري، يعني لو نحسبها بالميلاد نقصه سنتين، يعني 25 تقريبا، يعني هو كان شاب من هالشباب وأسلم في هذه الفترة، وكان قويا، ولما أسلم أعز الله عز وجل به الإسلام. هل شبابنا مستعدين أنه في هذا العمر 25، يا عمي 20 21 23، من 20 وفوق، من الثانوية خلينا نقول، مستعدين إذا كان لإسلامهم لما يسلموا يكونوا له دور في المجتمع يؤثر هذا التأثير؟ يعني عمر الخطاب لما أسلم كل الصحابي لا نسوا هذا التأثير، تأثير بإسلامه وهو شاب صغير. وقبل شبابه كان له قصة، يعني كان مش زي باقي الشباب. قيل إنه كان يرعى الغنم، ويرعى الغنم، أو كان مع الإبل، وكان ينشد الأشعار، وكان يجلس في مجالس الدواوين، مجالس الكبار، وهذا أيضا يعطي زي ما يعطينا صورة عن شخصيته حتى قبل الإسلام. يعني هو بني بناء رجوليا حتى قبل الإسلام، وهذا للأسف خطأ إحنا قاعدين بنرتكبه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس أيضا في مجالس عبد المطلب سيده، كان يجلس مع الكبار ولا يحب أن يجلس مع الصغار، كأنه كان يرى نفسه كبيرا. فهل شبابنا اليوم بنعودهم يجلسوا في مجالس الكبار؟ بنعود نأخذ آراءهم، نسمع من كلامهم، نعلمهم كيف يقال الرأي، ونعلمهم كيف احترام آراء الكبار، ونعلمهم أنه ممكن أنت يبقى عندك بعض الأفكار اللي قد تقبل. ولهذا كان يجلس عمر بن الخطاب وهو شاب صغير مع الكبار، وكانوا الكبار يغارون أنه من أبوه ليش بتقعدوا معنا، في عندنا أولاد كدوا، ليش بتقعدش أولادنا، لكن كانوا يلمسون منه الذكاء والفطانة والرجولية، كما قلنا كان أيضا مرهف الإحساس، يحفظ الشعر وينشد الشعر، وإذا أيضا فصيح، إذا كان ينشد الشعر بشكل جيد إذا هو أيضا فصيح اللسان، لو خاطب خطبة يرى لها الأثر وتسمع، ويكون لها التأثير في القبور في القلوب. ولهذا أيضا كان للسانه دور أيضا فيما بعد حتى عند استلامه للخلافة. طبعا هنا في كثير من الأوصاف ما بدنا نوقف عندها بالتفصيل. كان عمر أروح كأنه راكب والناس يمشون، شوفوا الموضوع طويل، يظنون الناس راكب على فرس والناس يمشون، كأنه من رجال بني سدوس، والأروح الذي يتدانى قدماه إذا مشى، طوال يعني إجري طوال. وقال أنس كان يخضب بالحناء، يحط الخضب اللي هو السبغة يخضب بالحناء. وقال سماك كان عمر يسرع في مشيته، يعني كان إذا مشى أسرع،
وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. هذه صفات الرجل، صفات القائد. طبعا مش أنه نروح نضرب، ولكن إذا قلت فأسمع، ما يرى في كلامك الضعف، وإذا مشيت فأسرع، والسرعة تدل على علو الهمة، وإذا ضربت فأوجع، عشان يقول لك هذا يستخف بقوتك، ولكن اضرب بحق لا تضرب بباطل. ويروى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان عمر يأخذ بيده اليمنى أذنه اليسرى ويثب على فرسه كأنما خلق على ظهره، يعني كأنه من شدة فروسيته خلق على ظهر الفرس. وقال عكرمة: لم يزل الإسلام في خفاء حتى أسلم عمر. وقال سعيد بن جبير في قوله تبارك وتعالى: وصالح المؤمنين، في سورة التحريم، وصالح المؤمنين فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال سعيد بن جبير: وصالح المؤمنين نزلت في عمر خاصة، سبحان الله ورضي الله عنه. وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، يعني أعز الله عز وجل به الإسلام. وقال شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولأبي بكر، قال له وأبو بكر، تأسف، قال له وأبو بكر وعمر: إن الناس يزيدهم حرصا على الإسلام أن يروا عليك زيا حسنا من الدنيا. أبو بكر وعمر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يزيدهم حرصا على الإسلام إذا رأوا عليك زيا حسنا، يعني ما تكون لابس اللباس البسيط، فلباس الجميل ولباس الناس واللباس الذي هو مقبول أدعى إلى قبول الإسلام. فمين اللي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرأي؟ أبو بكر وعمر. ماذا كان رده عليه الصلاة والسلام؟ هذا أيضا من تواضعه، قال: أفعل، وأيم الله لو أنكما تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقبل مشورة أبو بكر وعمر، ولدرجة أنه لا يعصيهما في هذه المشورة إذا اتفقوا أبو بكر وعمر، يعني هم قولهما حق وقولهما صدق. وقال ليث بن أسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض، فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل، ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر، سبحان الله. في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: الحمد لله الذي أيدني بكما. وفي حديث له عليه الصلاة والسلام: هذان سيدا كهول لأهل الجنة، يعني من الكبريات، يعني من أهل الجنة، وإن كان ليس في الجنة كهول وليس في الجنة عجوز، ولكن كهول بمعنى أنهم الآن كهول يعني كبار، ولكن منزلتهما عظيمة جدا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاقتداء بأبي بكر وعمر ابن الخطاب، وهذا دليل على أن أفعالهما من السنة والدين. قال عليه الصلاة والسلام كما قلنا في درس المقدمة: النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهو قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فأي رجل يأتي ويقول لنا: أبو بكر فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور كجمع القرآن وغيره، وعمر بن الخطاب جمع الناس في التراويح ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والآخر، كنا نقول هذه أفعالهم سنة، فهم إذا فعلوا ذلك فعلوها اجتهادا وسنة، فهم من العلماء، وهم وأفعالهم كما قال النبي وسماها عليه الصلاة والسلام سنتي وسنة الخلفاء، فأفعالهم سنة. في حديث أنا جبريل، متذكرين جبريل لما بشر خديجة رضي الله عنها قال: أقرئها من ربها ومني السلام. هنا قال جبريل إلى جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أن غضبه ورضاه حكم، يعني إذا غضب ورضي فهو حكم، رضي الله عن عمر. والحديث فيه إرسال. قال عليه الصلاة والسلام: إيها يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. هذا الحديث له قصة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته إحدى النساء فقالت له: اجعل لنا يوما، جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: اجعل لنا يوما، يعني سبق يعني غلبك علينا الرجال، يعني احنا برضو نتعلم ديننا، سبحان الله احنا اليوم نفتقد حرص النساء على طلب العلم الشرعي، في خاصة في بلدنا،
يعني نفسي نفسي يجوا يقولوا في عندنا مجموعة نساء من بلدنا حابات تتعلم من دين، والله مستعدين نقبلهم، مستعدين نحتويهم ونوفر لهم كل ما يحتاجن من تعلم وببلاش، ولكن نحتاج إلى الحرص على الدين. فكانت إحدى النساء حريصات على هذا الدين، فقالت: يا رسول الله، غلبك علينا الرجال، فاجعل لنا يوما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهن يوما ويجلس إليهن ويخاطبن. طبعا يعني هن مش هن متبرجات وكذا، طبعا عندما فرض الحجاب كان كلهن منتقبات يعني. فكنا يتحدثن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه ويجيب ويعلمهن، جعل يوم خاص لهن للنساء. ففي يوم من الأيام يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه كان يعني يتهاون في بعض الأمور اللي قد تصدر من النساء، مثل ارتفاع أصواتهن. نساء شوي عاطفيات، ممكن هن يتحدثن فيرتفع أصواتهن فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الرجال أحيانا عندهم التزام. فسمع عمر بن الخطاب أول ما دخل، لما سمع صوت عمر هرب تخبين وراء ستارة، سبحان الله. فالنبي عمر الخطاب بدري شو صار، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني أضحكني معك يعني. فقال: كنا النساء عندي ومرتفعة أصواتهن، فلما جئت يعني تخبين، هذا المعنى ديش خربت في الحديث. فعمر الخطاب شدت يعني فتعصبا، فقال: يا عدوات أنفسكن، أترفعن أصواتكن فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني ما بتسلك طريق إلا الشيطان بهرب منك، سبحان الله. روي عن قيل أنه بعض الشيعة الروافض الذين يبغضون عمر وأبو بكر وعمر، قيل أنه كان يتباهى بأنه لا يدخل من إحدى الأبواب اللي كانت لعمر الخطاب، أو كان يدخل من عمر، فواحد من أهل السنة قال: سبحان الله، تفر منه الشياطين حيا وميتا، حتى الباب اللي كان يفوت ما دخلوش، سبحان الله. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زفن، والزفن اللي هي الرقص واللعب في زفن الحبشة، يعني كانوا يرقصون ويلعبون، لما أتى عمر بن الخطاب قال: إني لأنظر إلى الشياطين، شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. والحديث صححه الترمذي. في رواية أخرى لامرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من إحدى الغزوات، قالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف، يعني حاب تضرب بالدف، والدف كان مباحا، وتضرب بالدف وتنشد الأشعار في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف فرحا بقدوم، فهي نذر أنذرت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت نذرت فافعلي. فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب عادي، ظل الوضع تمام. ثم دخل عمر فجعل الدفها خلفها وهي مقعية، يعني مقعية ضمت رجلها على بعض وخبت حالها، حطت إيديها على الأرض من خوفها من عمر بن الخطاب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، يعني يخاف منك يا عمر. في رواية لابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود يقول: إني لأحسب الشيطان يفرق من عمر أن يحدث حدثا فيرده، يعني الشيطان بخاف يعمل أي شيء جديد، ف عمر الخطاب يرد على الشيطان أو كذا، حتى لو كان من شياطين الإنس أو الجن. وإني لأحسب عمر بين عينيه ملك يسدده ويقومه، يعني كأنه كلامه حق. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في الأمم محدثون، والمحدث أي الملهم، الله عز وجل يلهمهم الحق على لسانهم، الملهمون. أظن منها مثلا أم موسى، إنه كانت ملهمة بقضية إلقاءها ولدها في اليم. فقال: قد كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. ولهذا أيده الله عز وجل ووافقه القرآن في عدة مواضع، منها مثلا آية الحجاب، لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الرجال يدخلون إليك. كان هذا قبل نزول فريضة الحجاب، والحجاب أول ما نزل المفهوم عند الصحابيات أنه النقاب، فكنا يضعنا النقاب على وجوههن. فقبل ما ينزلن شو كان الماكسيموم؟ يعني كان يحطن خركة خفيفة على الرأس، وقد يبدو بعض من الرقبة، ولم يكن هذا آنذاك محرما، وهذا هو تبرج الجاهلية الأولى.
تبرجنا اليوم أشنع بكثير يعني، نسأل الله العافية وأن يهدي بنات المسلمين. فدخل على عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه أزواجك يدخل عليهن البر والفاجر، يعني لما يجي عندك، وبيت النبي عليه الصلاة والسلام كان صغير، فإذا دخل واحد من المنافقين دون أن ندري فيدخل عليهن البر والفاجر، فهل يعني أمرت نساءك فاحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أظن فالمعنى أنه وافقه الله عز وجل في هذه. ومنها من الآيات التي وافقه الله عز وجل في أنه قال: أفلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومنها الآية التي في سورة التحريم لما غرن زوجات الرسول على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرن عليه سؤال النفقة فعزم أن يعتزلهن شهرا، هذا الحادث كانت معروفة، فلما دخل عمر الخطاب وحاول يصلح قال لهن الآية نفسها: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. ثم نزلت الآية تؤيد قول عمر. فسبحان الله، عمر الخطاب كان من الملهمين والمحدثين. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. طبعا ما بدنا نكثر من هذه الأمور. عمر الخطاب عاش زي ما نقول أسلم عمره 27 سنة في السنة السادسة. قصة إسلامه معروف، ولكن نختصره اختصارا أنه عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إحدى الروايات. هناك رواية أخرى عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يحمل سيفه، كان كأنه بده يقطع الإحساس اللي جواته، كان فيه رغبة خفيفة للإسلام، رغبة خفية للإسلام، ولكن أراد أنه يحسم الأمر بينه وبين نفسه فعزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الحق يأتيك لما تندفع، خلاص اعمل اللي عليك، اعمل اللي كبالك، باشر في الإشي اللي براسك، وربنا عز وجل بيكتب لك فيه الخير ولا الشر. وهذا من أصلا من أسباب صلاة الاستخارة، يعني وإن كان هذا الأمر بعيد عن قصة عمر، الإنسان لما يصلي صلاة الاستخارة هو محتار ما بين أمرين، أو محتار هل الإشي اللي أنا مقدم عليه فيه خير ولا شر، فهو بيقول لك صلي صلاة الاستخارة ثم أقدم عليه، أقدم على الإشي اللي بكيه سواء تعليم ولا زواج وكذا. إن رأيت التيسير فهذا معناه أن الله عز وجل يقول لك أكمل، وإن رأيت التعسير معناه الله عز وجل بيقول لك يعني كأنه يقول لك إنه ابعد. فهذا أيضا، فأحيانا الإنسان لازم يقدم على الأمر ويقطع الشكوك اللي في قلبه. يعني واحد عنده شبهة في الإسلام، بدل ما تظل هذه الشبهة تنخر في الرأس شك، يعني بعض الشبهات اللي فيها شكوك يلقيها بعض المنافقين والملاحدة وغيرهم على الإسلام، فبدل ما تظلها براسك اقطع الأمر، روح اسأل شيخ، روح اسأل حدا، ابحث، فقد يأتيك الحق ويأتيك الدليل ويأتيك الإجابة بما يشفي الغليل. فهكذا فعل عمر، ذهب خلص أراد أن يحسم الأمر ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا بقدومه للنبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم راح قال له: والما هي أختك أسلمت، هي وسعيد ابن زيد ابن عمك، هو كان ابن عمه متجوز أخت لعمر. فذهب إليهم وسمع دندنة داخل البيت، كان زيد سعيد بن زيد وفاطمة أخت عمر بن الخطاب وخباب بن الأرط في مجلس واحد يتدارسون القرآن. فلما سمعوا عمر مقبلا، عمر رسول الله قلنا إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع فبنعرف من أنه جاي، دقوا الباب عرفوا أنها دقة عمر، اتخبى خباب بن الأرط في إحدى زوايا البيت لأنه كان خفيف وكان يعني مستضعف وكان مملوك، فيش وراء حدا يحميه، فاختبأ. فأول ما دخل خبت فاطمة بعض آيات سورة طه، خبتها وراها من أجل أن عمر ما يشوفها، هو لمح. فأول شيء عمله أنه انقض على عمر على سعيد فضربه، وأجاءت فاطمة تحمش لزوجها يعني بدها تبعد عنه، فلطمها حتى أدماها، ثم كأنه أصابته رقة فقال: أتيني هذا الكتاب الذي معك، فرفضت قالت له: حتى تغتسل. فذهب فاغتسل ثم أمسكها وقرأ، فإذا هن فواتح سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلى آخره. فكأن الإسلام دخل في قلبه بعد قراءة هذه السورة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودق الباب، ذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فدق الباب فقالوا: من؟ قال: عمر. فكلهم ارتعبوا، عمر جاي، كان وقتها حمزة مسلم، فقال يعني من شو خايفين، إذا جاي بده خير أعطناه، إذا جاي بده شر نوقف في وجهه. طبعا أسد من أسود الله حمزة
ابن عبد المطلب. فأول ما دخل عمر الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه ويعلم الناس من وجوههم، فأمسك بتلابيبه وهزه قال: أما أنا لك أن تسلم يا عمر؟ يعني بعدين معك. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو يقول: اللهم أعز الإسلام بعمر. فكأنه النبي عليه الصلاة والسلام علف إنه عمر الخطاب أسلم، فقال: يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكبر كل من في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فثم أعز الله عز وجل الإسلام بعمر. فكانوا يصلون خفية، بعد إسلام عمر صاروا يصلون علانية. فسبحان الله كان له العزة. واستلم الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه ونصحه بعض النصائح، طبعا سلمها تسليم، ما عمل شورى ولا كذا، طوالي دفعها إلى عمر ابن الخطاب لأنه كان أحق الناس، وشبه متفق عليه أنه عمر الخطاب أحق الناس بهذا الأمر. وصارت فيه هناك فتوح لعمر ابن الخطاب، بعضهم اختصرها على السريع إن شاء الله نوردها على السريع، فتوحات عمر في فترة خلافته. قال الليث بن سعد، الليث بن سعد أحد الفقهاء العظماء، وبعض أهل العلم يعد الليث بن سعد أفقه من مالك، قالوا الليث أفقه من مالك، إلا أن مالك بن أنس إمام المدينة صاحب مذهب مالك كان له تلاميذ ونشروا علمه بهذا المعنى. فليث بن سعد من العلماء الكبار. قال: استخلف عمر فكان فتح دمشق، ثم كان اليرموك سنة 15 من طبعا من البعث من الهجرة، ثم كانت الجابية سنة 16، ثم كانت إيلياء اللي هي القدس وسرق لسنة 17، ثم كانت الرمادة وطاعون عمواس سنة 18، ثم كانت جولاء سنة 19، ثم كان فتح بابليون وقسارية بالشام قسارية، وموت هرقل سنة 20، وفيها فتحت مصر، وسنة 21 فتحت نهاوند، وفتحت الإسكندرية مصر، يعني كل مصر في ميزان عمر بن الخطاب إن شاء الله. سنة 22 وفلسطين كذلك، يعني فتح فلسطين كان على يد عمر بن الخطاب، وفيها فتحت اصطخر وهمذان، ثم غزا عمرو بن العاص أطرابلس المغرب، وغزوة عمورية، وأمير مصر وهب بن عمير الجمحي، وأمير أهل الشام أبو الأعور سنة 23، ثم قتل عمر مصدر الحاج في آخر السنة. فعمر بن الخطاب قتل في بداية شهر ذي الحجة. كانوا يقولون، كان كعب الأحبار يقول لعمر: أجدك في التوراة تقتل شهيدا، قال: وأنا لي بالشهادة وأنا بجزيرة العرب. الأمر غريب، معروف أن عمر الخطاب سيقتل شهيدا في عند أهل الكتاب، كعب الأحبار كان من أهل الكتاب فأسلم، وكان معروف أيضا أنه سيقتل شهيدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كان على جبل أحد معه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز أحد، فطبطب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد وقال: أسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أنهم الشهيدين عمر الخطاب وعثمان بن عفان، وكان يعلم أنه سيموت شهيدا. فعمر بن الخطاب استغرب: كيف أموت شهيدا وأنا في جزيرة العرب؟ أنتم بتعرفوا يعني جزيرة العرب وقت فتوحات عمر؟ يعني قلب الأمة الإسلامية، يعني لو في جيش من مئات الآلاف بده يجي يغزو جزيرة العرب، بده وقت عبين ما يوصل جزيرة العرب ويوصلها، لأنه حدود دولة الإسلام كانت آنذاك كبيرة جدا. فكيف سيرزق الشهادة في سبيل الله وهو في القلب؟ يعني مستحيل حدا يوصل من ناحية حروب، يعني مستحيل يجاهد حتى يموت شهيدا. فسبحان الله، كان كثيرا ما يدعو: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وكان يستغرب أيضا من حوالين عمر: كيف سيكون ذلك؟ قال: إن يشأ الله يفعل. خليها قاعدة في راسك، ادعو الدعاء ولا تسأل عن الكيف، دع الدعاء مستحيل، الشهادة في سبيل الله والموت في مدينة رسول الله، رغم بعد المسافة ما بين أراضي الجهاد وما بين قلب المدينة. فانظروا كيف أن الله عز وجل رزقه الشهادة. فجاء أبو لؤلؤ المجوسي خفية فطعنه وطعن معه قرابة 50 رجلا، ومات رضي الله عنه شهيدا في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستأذن عائشة رضي الله عنها في أن يدفن جنب أبي بكر وعمر فأذنت له. فكانت عائشة لحيائها، كانت قبل دفن عمر كانت وهي تجلس عند قبر أبيها وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع حجابها، فلما دفن عمر جنب أبو بكر وعمر كانت تضع حجابها استحياء من عمر وهو ميت.
أين نساءنا اليوم من استحيائهم من الرجال وهم أحياء؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياهن وأن يرزقنا الهداية، إنه ولي ذلك القادر عليه. طبعا ملحوظة سريعة، عمر الخطاب كان يعلم أنه باب أمام الفتنة. في قصة كنا قد حدثناها في دروس بعد العشاء في رياض الصالحين، أن عمر الخطاب لما سأل عن الفتنة أجاب حذيفة إنه ما لك ولها، قال أحدثك عن الفتنة التي تموج موج البحر، قال إن بينك وبينها باب، فقال هل يفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر، قال إذن لا يغلق أبدا. فالفتنة حدثت، كل الفتن تقريبا حدثت بعد موت عمر، ويكسر يعني سيقتل، مش يفتح فتحا يعني يموت موتا طبيعيا. فلما سألوا حذيفة قالوا كان يعرف عمر أنه الباب؟ قال كان يعلم أنه الباب كما يعلم أن دون غد الليلة، يعني كان متأكد من ذلك، فكان يعلم أنه باب من أبواب الفتنة الذي يغلق الفتنة فلا تدخل على دار الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن عمر وأن يجمعنا به في دار النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.